السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن مملحة سهلة التحضير، مملحة ببقايا أوراق البسطيلة. يعني دائما كتشد لنا أوراق البسطيلة وكتبات لها غد، فبالتالي كتولي كتكسر وما يمكنش نعملوا بها البريوات أو لهذا. هذه فكرة باش نستغلوا هذاك المتبقي من أوراق البسطيلة وصوبنا به مملحة غزالة يعني وصحية بسبانخ بحشوة جديدة. بشنو ما عندكم في البيت، يعني ممكن تستعملوا أي حشوة أنتم ما عندكم في البيت، المهم أن ديك الورقة ما تضيعش. نتمنى اقتراحي ديال اليوم ينال إعجابكم وينال استحسانكم، وإذا حبيتوا تعرفوا أشنو عملت في الوصفة تابعوني. بعد المرات كتبقى لنا الورقة ديال البسطيلة، يعني كتشد لنا الورقة ديال البسطيلة وكتبات، يعني ما يمكنش نعملوا بها بريوات ولا هذا. هذه طريقة كيفاش نصلحوا بها واحد المملحة. عندي البقايا من ورق ديال البسطيلة، هنا عندي تقريبا واحد 4 الورقات كبار ديال البسطيلة. كنقطعوها بهذا الشكل على 4، كل ورقة تنقسموها على 4. كناخدو ورقة تندهنوها بالزبدة باش تجينا مقرمشة، ما تجيش معجنة من الوسط، وتلفوها بهذا الشكل. وكأدنا غنصوبو طرف، تلفوها بهذا الشكل، وغادي نجيب المول اللي غنوضعها فيه. كنلفوها بهذا الشكل، كنعاودو ندخلو لها هاد القنت هنا، والقنات كاملين تندخلوهم باش كنصاوبو بهاد، ونعاود ندهنها مزيان بالزبدة. من بعد ما وزعت الورقه ديال البسطيله في ليمول ديال المافن بهذا الشكل، يعني كتحصلوا وكانكم كتصاوبوا ليميني لي فون ديال الكيش. صافي غنبدا نوجد في الحشوه ديالهم. بالنسبه للحشوه ديال هاد المملحه، عندي هنا واحد شويه ديال السبانخ اللي انا شحرتهم في ملح وبزار، واحد الرشه ديال الثومه مع زيت العود في زيت الزيتون، وعندي كديك القليل من الشامبينيون كذلك اللي مشحر ملح وبزار، شحرتهم مره في زيت الزيتون. غادي نخلطهم بهذا الشكل، غادي نضيف لهم كاس ديال الحليب، وجوج حبات ديال البيض، واحد القليل من خميره ديال الحلوه، نقولوا الراس المعلقه ديال خميره ديال الحلوه باش كتخليهم يتنفخوا وكيجيو خفاف، واحد الرشه ديال الابزار اضافيه، والقليل من الملح، واحد معلقه كبيره ديال الجبن مبشور، جبن ادام او لاي جبن عندكم، هذه غادي نعملها في الخليط، وعاد غادي نضيف القليل منها في التزيين. صافي، وهذه هي الحشوه ديالنا واجده. كناخذ هذا المول وكنبدا نوضع فيه القليل من هاد لاباغاي اللي انا صاوبت. كندخلهم الفران ساخن حتى كيطيبو كيتذهب اللون ديالهم.
المقرمشه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، هذا هو الشكل ديالها. يعني كتسناو عليها واحد شويه ريتها ما تدفى وكديموليوها يعني بشويه. شفتوا راه لا فورم ديالها قابط. نتمنى اقتراحي ديال اليوم يعجبكم وينال استحسانكم ورضاكم، واذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وبدعواتكم للخير وبانضمامكم للقناه، وعملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم، وشكرا على المتابعه.